سؤاله الثاني يقول: فضيلة الشيخ، غسل الجمعة، متى يبدأ الغسل المجزي؟ وما معنى غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ غسل يوم الجمعة مستحب عند الجميع إجماع العلماء، ومتأكد أيضا، ويتأكد عند ذهابه إلى الجمعة، يتنظف ويستعد لصلاة الجمعة مع المسلمين، ولتزول ما به أو ما فيه من الروائح الكريهة والعرق، فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. هذا مستحب، أو هذه الأعمال مستحبة في هذا اليوم، لأنه يوم عظيم، اجتماع عظيم للمسلمين، فيتهيأ له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معنى واجب يعني متأكد، وليس واجبا مفروضا، وإنما معنى الوجوب هنا التأكيد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم.